العناصر السيريونيه كل ما كانت الكره عند فريق الرجاء. وكوكو يمرر للاعب عبد الكبير الوادي من الجهه اليسرى، محاوله لفائده فريق الرجاء، او لاعب متولي يحاول يمرر وخطيره. هدف ثاني لفائده فريق الرجاء، هدف ثاني لفائده فريق الرجاء. والكره يعني سي مصطفى تعطلت باش ما نقولش النهج ديال ديامونت ستار، لانه وي سون با ستابل حتى في النهج التكتيكي ديالهم. ترى تنتجي ثلاثه ديال لي ميليو ديفونسيف، ترى تنتجي ابلا في الميليو، اذا ما با ستابل حتى في النهج التكتيكي ديالهم. نتمنى نستغرب كثر في هذه المقابله، لانه غادي يكونوا صعاب في ومحسن متولي بطريقه اللاعبين الكبار يمرر، وخطا فادح من الحارس يايا والحافظ في المكان المناسب. هدف مشروع بالرغم من احتجاج فريق السيراليوني، هدف مشروع لفائده فريق الرجاء، 2-0 لفائده الفريق البيضاوي، على انه يثقل شباك الفريق السيراليوني.